مش بطل، درجات مش نهائية يعني، بس أكيد أحسن من درجاتك اللي قبل كده. شفتي بقى إن قرار نقلك لمدرسة محترمة زي دي كان قرار صح إزاي؟ ما هو علشان أنا عندي وقت المذاكرة هناك أكتر، خصوصاً في حصص الموسيقى. كل البنات بيبقوا في الحصة وأنا قاعدة لوحدي أذاكر أذاكر، عشان حضرتك يعني حرماني من حصص الموسيقى. أنت عاوزة تفهميني إنك عشان بتقعدي تذاكري وقت حصص الموسيقى درجاتك بقت أحسن، ولا عاوزة تفتحي معايا الموضوع بطريقة غير مباشرة عشان أسمح لك تشاركي في حصص الموسيقى؟ لا والله مش قصدي. كويس، أنا مش قصدك، خفت أحسن يكون قصدك يعني. أصل أنت عارفة طبعاً إن الموضوع ده اتقفل خالص. موسيقى وغنى تاني؟ لا يا دليلة. طبعاً يا أم، شوفي حضرتك. عاوزة تمارسي هواية، العبي رياضة. هلعب رياضة. سيد. ايه يا سلوى؟ واقفة كده ليه؟ واقفة مستنياك بقالي شوية، خايفة إن حد يشوفني من البيت عندكم. مستنياني ليه؟ عشان جاية أقول لك ما تهربش ناحية البيت عندنا، ولا اتصل بيا بالتليفون عشان بابا رجع امبارح. ما أنا عرفت إنه جه امبارح، عشان كده ما قدرتش أظهر لك خالص. مع إنك وحشتيني أوي الحقيقة. وأنت عرفت منين؟ أنا عرفت من محمود. ما هو أبوك امبارح وجاي من اسكندرية جاب في طريقه محمود ودليلة، وما قالكيش؟ لا ما قاليش، يعني دليلة جوه؟ جوه. يلا يلا خش لها. وأنت رايح فين؟ أنا رايح أصلي الجمعة. الجمعة خلصت بقالها شوية يا سيد. ما أنا هصليها ظهر. أنت بقيت بتصلي أصلاً؟ خلاص بقى يا سلوى، يلا يلا خش لهم، وأنا إن شاء الله لما أبوك يمشي هبقى أجيلك البيت. ها؟ ليلى ونادية بقوا صحابي موت، وبقوا أكتر من إخواتي، زيك كده بالظبط. إن شاء الله هبعرفك عليهم في الأجازة الكبيرة. إن شاء الله. هم تقريباً عارفينك، وبكتر ما بحكي لهم عنك. طب كويس، شكلك مبسوط. فاكرة لما جيت لكم البيت كنت منهارة من العياط، لما ماما كانت عايزة تدخلني المدرسة الداخلية دي؟ فاكرة. فاكرة الكلام اللي باباك قاله لي؟ طلع عنده حق في كل كلمة قالها، وبصراحة هو اللي ليه كل الفضل إن أنا بقيت بحب المدرسة هناك قوي. علشان الكلام اللي قاله لك يعني؟ عشان كل الحاجات اللي بيعملها عشاني. الحاجات اللي بيعملها عشانك؟ حاجات إيه دليلة؟ بصي، هو ده سر ما ينفعش حد يعرفه، لأن لو حد عرفه هتبقى عيشتي سودة هنا وهناك. سر إيه دليلة؟ ما تفهمين. بس ما ينفعش سيد أخويا يعرف. ولا أنت صرفت نظر عن موضوع سيد أخويا ده؟ لا طبعا ما صرفتش نظر، وما ينفعش أصرف نظر خالص. اللي أنا فهمته ده صح؟ مش محتاجة أقول لك يا دليل، لو سيد عارف ان انا جبت لك سيره او حكيت لك على حاجه هيقطع معايا وهيطين عيشتي. ازاي تعملي كده؟ ازاي تعملي في ابوكي كده؟ سيد بيحبني بجد، انا متاكده. احنا اتفقنا على كل حاجه، وهو هيجي يطلبني من بابا، بس مستنيين بس الوقت المناسب. وايه الوقت المناسب ده؟ مستنيين ايه يحصل تاني عشان يبقى في وقت مناسب؟ لما يبقى معاه تمن الشبكه، وده هيحصل قريب. انا بحوش تمنها معايا. دليلة ما تخلينيش اندم ان انا حكيت لك. انا كنت محتاجه احكي لحد، مش حد في الدنيا ممكن احكي له غيرك، بس كنت محتاجاك تطمنيني مش تخوفيني. دليلة ورحمة امي، لو جبتي سيرة لحد انا ممكن اموت نفسي. ما تتشر عليكي، وهتشوفي السيد هيخيب ظنك وهيجي يتقدم لي. يا رب يخيب ظني يا سلوى.